يا رب تألمت وتوجعت قلوب كثير من عبادك في شرق الأرض وغربها، فبدل هذا الألم بسرور وفرح وأنس وحبور يا الله. يا جابر الكثير اجبر كسرنا، يا مبدل الأحزان بالأفراح بدل حزننا. إذا استشعرت وأنت تناديه بهذا النداء، هذا المعنى، هو دعاك قبل أن تخلق وأنت في ظهر أجدادك، في ظهور أجدادك، عندما أمر إبراهيم الخليل عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج أنت دعيت، وبعد آلاف من السنين بعد أن دعيت وجاء الوقت فقلت له لبيك، بمجرد أنك لبيت دعوته التي سبق لها أكثر من 3000 سنة أقبل عليك في نفس اللحظة. هو دعاك قبل 3000 سنة، وفي اللحظة التي أجبت فيها وقلت له لبيك أقبل عليك جل جلاله، فيقول لملائكته انظروا إلى عبادي، انظروا إلى عبادي، لقد أتوني شعثا غبرا ملبين، يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. انتهى الأمر. كان بعض السلف يقول من وقف بعرفات فظن أن الله لن يغفر له فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، لما ارتكب كبيرة، لأنه ظن أن شيئا من معاصيه أو ذنوبه أكبر من رحمة الله سبحانه. إلهنا وسيدنا، وإن في الموقف من عبادك الصالحين من يضرعون إليك ويلجؤون إليك، ومنا يا مولانا من هو مكبل بذنوبه، تعب من شؤونه، شدت عليه معاصيه، أوحشه قلبه، هذه الساعة معدودة لهؤلاء الفقراء يا رب، إن لم تغفر لنا هنا فمتى يا رب؟ إن لم تسامحنا هنا فمتى يا رب؟ إن لم ترحمنا في عرفة فأين تكون الرحمة يا رب؟ يا رب يا رب.